ولا فلق
يدور ولا بير يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي أجام من شيعتنا ومحبينا وفيهم مأمور الله فرج الله همه ولا مأمور الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته فقال آل نظام الله خذنا وصيدنا كذلك شيعتنا فاطلوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها الذين آدمتكم الله ورسا ويطهركم تطهيرا فرما دشمنان اہل بیت کو ذلیل و خوار فرما